من عمل ليلة عرفة ما ذكره حسن بن أشناس رحمه الله في كتابه، فقال: حدثنا أبو الفتح البراسي إملاء، قال: حدثنا أبو عبد الله الحسن بن إسماعيل القاضي، قال: حدثنا يوسف بن موسى، قال: حدثنا مسلم الأزدي، قال: حدثنا عروة بن قيس النجدي، قال: حدثتني أم الفيض مولاة عبد الملك بن مروان، قالت: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: ما من عبد ولا أمة دعا ليلة عرفة بهذا الدعاء، وهي عشر كلم ألف مرة، لم يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه، إلا قطيعة رحم أو إثم. سبحان من في السماء عرشه، سبحان الذي في الأرض سطوته، سبحان الذي في البحر سبيله، سبحان الذي في النار سلطانه، سبحان الذي في الجنة رحمته، سبحان الذي في القبور قضاؤه، سبحان الذي في الهواء أمره، سبحان الذي رفع السماء، سبحان الذي وضع الأرض، سبحان من لا منجَ منه إلا إليه. قالت أم الفيض: قلت لابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله؟ قال: نعم.